شركة هالبرتون ثاني أكبر شركة للخدمات البترولية في الولايات المتحدة تلغي صفقة الاندماج مع منافستها بيكر هيوز. القرار يأتي في ظل رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى في نيسان أبريل الماضي لمنع صفقة الاندماج هذه، والتي قد تخلق شركة واحدة فقط لمنافسة شلومبرغر في مجال حفر الآبار والإنشاءات لقطاع النفط. للتذكير، هالبرتون وبيكر هيوز أعلنت نيتهما الاندماج في تشرين 2 نوفمبر للعام 2014 في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 35 مليار دولار.